فإذا استكمالا للدرس الثاني، فيكون في عدة محاور هنتكلم عنها في هذا الدرس. أولا الفيلت والشامفر، فنختار من ديفاي فيلت الريديوس. هنا في بيسأل عن عدة اوبشنز، فنختار ان الريديوس بدلا من صفر هيكون وليكن 10. هذا هو الاوبجكت، انتر. هذا هو الاوبجكت، فهو ما عملش الفيلت لان الريديوس از دولار، فاحنا هنختار هذا الاوبجكت ونعمل اكسبلود. بعد ذلك نختار هذا الاوبجكت ونعمل اكسبلود. بعد ذلك نختار ديفاي الفيلت الراديوس هيكون وليكن 2. هذا هو الفيرست اوبجكت، هذا هو السكند اوبجكت، وتم عمل فيلت بهذا الشكل. نختار الشامفر نفس الفكره ولكن تكون زاويه حاده او انجل. الفيرست لاين يكون هذا الاوبجكت، او نختار الديستانس اولا. الفيرست ديستانس وليكن 1، السكند ديستانس وليكن 2.2. هذا هو الخط الأول، هذا هو الخط الثاني، وبهذا عمل الشامفر. عايزين الشامفر تكون نفس الاتجاه، هذا الجزء هو نفس الاتجاه، فنختار modify الشامفر الديستانس 2.5 و2.5. ذلك أصبح عندنا شامفر درجة. في بعد ذلك في عدة 3D operations زي second و convert to solid. سوف يتم شرح جميع هذه الأجزاء هي 3D operations و solid editing في الدرس القادم بإذن الله.